النهارده النهارده. طب هسأل لميا. طيب مش عارف، خليك معايا لميا حبيبتي، رجائي هيعدي وياخدنا نروح نادي اليخت الليلادي، ايه رأيك؟ لا انا مش هروح. يا رجائي. لا لا، ما هو مش بعمل حاجة، بس يعني هقول لك ايه، ممكن بعد شوية يعني هروح الحمام وبعد كده ابقى اطلبني. خلاص هستناك النهاردة اول الدنيا ما تليل. لا مش لما تليل يعني، بعد الشمس ما تروح على طول. مع السلامة. كفارة. اصله بيرغي شوية زيادة، اصل انا وحشاه. بقولك ايه، انا مش هروح معاكوا، انا مال انا مايا. انا هاخد بيبسي تاني روز بيف. اكيد طبعا، بس لعلمك انت بقالك ساعة ونص بتاكلي. تمام، وانت بقالك ساعة ونص مقضياها مع الفاصوليا بتاعتك دي ومقعدانا جنبها، هعملك ايه يعني؟ لا ما هو مش معنى ان احنا بقالنا ساعة ونص جنب الفاصوليا ان احنا نفضل ناكل. مش عارفة والله يا مي، اليومين دولت مبطلش أكل، أكل بكميات رهيبة وبشكل مستمر، بجد ما مفكرش غير في الأكل. طب والبنات؟ أوكي، موضوع ان هما دلوقتي بيباتوا عند باباهم بصراحة يعني موضوع مريح جدا جدا جدا. انا دلوقتي بقعد اعمل اي حاجة، اتفرج على التلفزيون، اتكلم في التليفون. عايزة اقولك قعدتي كده على الكنبة لوحدي وانا بتفرج على فيلم وانام وانا بتفرج عليه، والله بالدنيا بحالها جنة يا بنتي. رامي بيوحشكيش؟ مي ارحمي الفاصوليا، مش هتهرب والله. ما هي مش راضية تستوي والدكتور عايز نعملها كده ظبطة معينة. يقولي بيخليكوا تطبخوا اصلا، ممكن تسوي شوية كده؟ والله لسه بدري. عادي معاكي سجاير؟ بس بلاش البيت عشان ماما. اوكي. انتي مبسوطة؟ اوكي، انا الاول كنت مغضوضة جدا اول يومين، بعد كده خلاص يا مي. رامي وحشكيش خالص اطلاقا بصراحة. يعني هما يومين بالظبط، بعد كده نسيت ان انا كنت متجوزة اصلا، نسيت ان انا كنت متضايقة بجد كأن لم يكن، كأن كل ده ما حصلش بجد. دي حاجة لذيذة جدا. ايوه بس تخوف كمان على فكرة. ليه؟ عشان برضو ان انت يعني فكرة ان انت فجأة كل حياتك اللي فاتت دي تتمحي وتتنسي كأنها ما تعشتش، كأن عمرك ضاع. بس برضو صراحة ان انت تحسي كده انك حرة وخفيفة ده شيء رائع. على فكرة فاكرة الولد اللي انا كنت حكيها لك عليه؟ ماله؟ اللي هو كان خاطب ده، ساب خطيبته. يكلمني تاني دلوقتي. قلتيلي بقى هاف. اوكي والله العظيم على فكره ما كنتش عايزه اقول لك عشان كده. طبعا طب والله العظيم والله العظيم انا فرحانه، لاني فرحانه يا مي، انا مبسوطه بجد دلوقتي، ملهاش اي علاقه انه بيكلمني، وعلى فكره مفيش اي حاجه ما بيننا. على فكره انت مش مضطره تبرري لي خالص، انت ست كبيره وحره وتعملي اللي انت عايزاه. شكرا. على فكره هو بيقول ان هو بيحبني. وبيقول ان هو كمان عايز يتجوزني. اكيد طبعا. بس انا الصراحه مش مصدقاه. ومش عايزه اتجوز بصراحه، الحاجات اللي انا عايزاها مش سكتي قوي، عشان كده احيانا بفكر ان انا اتجوز. بس انا فعلا مبسوطه كده، انا اول مره بجد يا مي اشوف نفسي وانا لوحدي وابتدي اكتشف حاجات عنها. نخرج بقى مع بعض، نتكلم، نرغي بالليل شويه. اوكي كويس. بس هو اكيد هيعوز اكتر من كده. اكيد طبعا انا محتاره شويه، بس بصي لما يحب يمشي يمشي. مع السلامه.
بس انا مش عايزه احس ان انا متجوزه بجد اني مور، على الاقل دلوقتي، ويمكن كمان يبقى فور ايفر. بتاعتي ما بتستويش. عمرها ما تستوي انت حطاها على الشمعة دي يا مي، حرام عليكي بجد. علي النار شويه، لازم تبقى نص سوا. ايوه كده مش هتستوي ولا نص ولا ربع، ده كده هتقعد لبكره يا ماما. مي ماشي. طب انت ما بتشوفيش هشام؟ لا ما بنتكلمش خالص. طيب الفاصوليا والله ممكن تسيبيها شويه، لسه بدري. تعالي عايزه اكلمك في حاجه. اكلمك ولا بياكل؟ اتفضلي. اوكي مي، انت فعلا لازم تعرفي هشام فعلا راسه من رجليه، مش هينفع بجد يفضل متعلق التعليقه دي، حرام عليكي. لا هو على فكره هشام راجل كبير وعارف كويس هو عايز ايه، وهو عمره ما اتكلم معايا في حاجه ما وعدتوش باي حاجه. ماشي يا مي، بس هو كمان بجد عنده امل، انت عارفه ده، ان هو عنده امل ان هو يبقى معاكي. انت بجد لو فضلتي سايباه كده انت بتظلميه، وفيها انانيه منك كمان، مش هينفع تسيبيه احتياطي كده بجد. على فكره هو قدامي من زمان وانا عمري ما عملت حاجه. الموضوع المره دي مختلف، انا بجد حاسه ان المره دي بجد الزفت اللي اسمه احمد ده خلاص خرج من حياتك، عشان كده انا بتكلم. مش عارفه. بصي انتي بقيتي احسن، انا شايفه بجد ده بعينيا. كمان هشام من حقه ان هو يحس احسن يا مي.